الغنم مسكينه راه مولفه، راه ولفات الطريق تبارك الله ما شاء الله. الاخوان تبارك الله عليكم، تحياتي للجميع. هنا الاخوان متواجدين نواحي ديال ازرو، ان شاء الله الاخوه الهجره من منطقه الجبل الى اداروش. هنا غنم الاخوان راه خرجت الصباح بكري، هنا شربات شويه هذا الواد هنايا ديال كعوانه، ترتاح شويه ان شاء الله وغتكمل الطريق اللهم يسر. ضربت تقريبا ضربت شي 10 كيلومتر ولا مازال شي 20 كيلومتر اللي مازال ليها. هنا الاخوان خرجنا للطريق الرئيسيه، هي هذه الطريق اللي تتدي ما بين ازرو وخنيطره. شلا حسبك الله الدرا راه غيني وجد نقرا، راه تبارك الله راه موجوده سي غير مسكينه راه مولفه، راه مولفات الطريق. الطريق ديال لاداروش هي اللي غادا نعلم. لاداروش